خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الأمين العام لجامعة الدول العربية. في ختام قمتنا يسعدني باسمي وباسم الجمهورية العربية السورية أن أعبر لكم ولحكومتي وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تقديرنا للجهود التي بذلتموها لاستضافة هذه القمة والعمل على إنجاحها، وأعرب عن تقديرنا البالغ لفخامة الأخ الرئيس عمر حسن البشير ولحكومة وشعب السودان الشقيق لقيادته العمل العربي المشترك خلال الدورة 18 لمجلس جامعتنا على مستوى القمة. كما أشكر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو اعتمادهم قرار عقد القمة المقبلة في بلدكم سوريا التي سترحب بكم أشقاء أعزاء يعملون يداً واحدة من أجل مستقبل عربي أفضل. لقد كانت قمة الرياض بحق قمة استعادة الأمل من أجل انطلاقة جادة لعمل عربي مشترك يمهد الطريق لتفعيل التضامن العربي الذي تنشده جماهير الأمة وتتطلع إليه لمواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها. وإن القرارات التي اتخذناها في قمتنا هذه تعكس تصميمنا جميعاً على السير قدماً لتلبية تطلعات أمتنا العربية وحشد كل إمكاناتنا لخدمة أهداف شعبنا وتجاوز حالة الوهن التي نمر بها من أجل تحصين أمننا القومي والدفاع المشترك عن مصالحنا ومستقبل أجيالنا. وإذا كانت القرارات ستقيم من خلال تطبيقها، فإن ما استمعنا إليه في هذه القمة من كلمات، وفي مقدمتها كلمة رئيس المؤتمر خادم الحرمين الشريفين، وانتهاءً بالمداخلات التي قدمها القادة في الجلسة المغلقة أمس، لهو شيء يطمئننا كثيراً، وخاصةً ما تضمنته من إصرار واضح على التمسك بالحقوق وعدم التفريط بها، والتأكيد على أن الحلول تأتي من داخل منطقتنا. وهذا من وجهة نظري، ومن دون الدخول في تفاصيل المواقف السياسية التي وردت في قرارات هذا المؤتمر والتي تعبر عن وجهة نظرنا بشكل دقيق، من وجهة نظري كان هذا أهم ما ميز هذه القمة على الإطلاق، وهو ما كان ينتظره منا كل مواطن على امتداد الساحة العربية. وإذا كانت الظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت بها أمتنا في الأعوام الماضية قد حالت دون تحقيق ما نصب إليه في إطار العمل العربي المشترك، فإن هذه الظروف والتي لم تخف وطأتها بعد هي نفسها التي تدفعنا اليوم باتجاه التمسك أكثر بجامعتنا العربية وبتضامننا العربي وبحقوقنا وبمصالحنا. كل ذلك من شأنه أن يرسل رسالة قوية إلى بعض القوى الطامعة بأرضنا وثرواتنا، والتي تصورت أنها قادرة على تجاوزنا والتحكم بمصيرنا وفرض إرادتها علينا، أننا أمة لا تستكين للظلم والحصار وترفض المساومة على الحقوق. أيها الأخوة، إننا نسجل لهذه القمة أنها وضعت العمل العربي المشترك على المسار الصحيح، وهذا من دون مبالغات أو مجاملات، وبمقدار التزامنا جميعاً بالمصداقية والعمل المخلص فإننا سنكون قادرين على تنفيذ ما اعتمدناه من قرارات، وبالتالي دفع العمل العربي المشترك قدماً إلى الأمام. وإنني على ثقة بأن خادم الحرمين الشريفين وحكومته سيبذلون كل جهد ممكن خلال الأيام والأشهر القادمة لتعزيز التضامن العربي والإسهام في إيجاد الحلول الناجعة
للمشكلات التي تعرض أمن واستقرار منطقتنا للخطر. وختاماً، وحتى نلتقي في قمتنا المقبلة في دمشق، نتمنى كل التوفيق والنجاح لرئاسة القمة الحالية، على أمل أن تكون قمة دمشق نقلة نوعية أخرى في مسيرة العمل العربي المشترك. أتمنى لكم جميعاً كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.